ذكرى استشهاد أبوي وأخوي وأمي. كيف استشهدوا؟ اليهود. في 31/7/2015 قبل 7 سنوات أقدم مستوطنون يسكنون في مستوطنة إيش كودش الاستيطانية المقامة على أراضي قرية دومة بإحراق منزل الشهيد سعد دوابشي بإلقاء قنابل شديدة اشتعال داخل المنزل، حيث استشهد سعد دوابشي وزوجته ريهام دوابشي وطفلهما الرضيع ابن 18 شهر علي دوابشي، وأصيب بإصابات بالغة الطفل أحمد دوابشي في حينه كان عمره 5 سنوات. طبعا هذه المحرقة وهذه الجريمة قام فيها تنظيم تدفيع الثمن الإرهابي، والحكومة الإسرائيلية حاولت مرارا وتكرارا بعدم إلقاء القبض على هؤلاء القتلة والتستر عليهم، إلا أننا استطعنا نتيجة وقوف شعبنا والأحرار من العالم استطعنا أن يتم إلقاء القبض على 17 عضو في التنظيم. تم إطلاق سراحهم واحد تلو الآخر إلى أن أدنى مجرم واحد وهو عمران بن أوليل ب3 مؤبدات و40 عام. نحن كعائلة دوابشي جزء من الشعب الفلسطيني، يعني قتالنا وكفاحنا هو من أجل أبناء شعبنا الفلسطيني وألا تحدث هذه المحرقة في منزل فلسطيني آخر. نحن نريد تسليط الأضواء على اعتداءات المستوطنين. اليوم المستوطنين أصبحوا حكومة في داخل الحكومة. اليوم الحكومة الإسرائيلية أعطت رخص للمستوطنين بقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وهي من توفر لهم كل مقومات الأمن والحياة. اليوم الظروف اللي حدثت في إحراق المنزل قبل 7 سنوات ما زالت حاضرة، بالعكس متزايدة، اعتداءات شبه يومية، اعتداءات على الشجر والحجر والبشر. هناك محاولة أيضا من الحكومة الإسرائيلية تضييق على أبناء شعب الفلسطيني من خلال إدارة مدنية، ومن خلال أن القرية جزء منها كبير يقع في حسب اتفاقية أوسلو في منطقة سي، ولذلك بيحاولوا أنهم يعني يمنعوا التمدد وبيحاولوا أنهم يجبروا يضغطوا على الناس حتى أنهم يرحلوا. ولكن رسالتنا إحنا إلهم ولغيرهم، نحن أصحاب الأرض، نحن أصحاب الحق، سنبقى في بلدنا، سنبقى أوفياء لدماء شهدائنا ولن نرحل من أرضنا.